مالك؟ مالك شو رح يعمل لما يعرف برأيك؟ شراكة معك يعني شراكة مع جبران. تتذكر شو صار بينه وبين مالك من ورا هيك قصة من قبل؟ بعرف، بعتذر ورح أتفهم موقفكم إذا قررتوا توقفوا الشغل يلي بيناتنا. سيرين، هالكولكشن للسعودية وأنت بتعرف قدي مستعجلين على تجهيزها. نو واي تطلعنا مشكلة هلأ ونعطلها. نو واي. يعني بدك ما نقول لمالك عن شراكتي مع جبران؟ أكيد ما فينا، بركي عرف من حدا تاني، ساعتها ما رح يسامحك ولا رح يسامحني، وبكون معه حق. وعش شو لازم نعمل؟ معك قلم شيء؟ اوكي اعطيني هون انا بسجلهم. هاي قلم، تفضل. شو؟ زعلانه لانكم خسرتوا؟ شوف صحيح انتوا ربحتوا، بس احنا كمان عملنا كولكشن بتاي العقل، يعني كان ضل الفلقت بيننا وبين امي. أي جيت؟ هلا وسهلا. بتعرفي شو يعني هذا الشيء؟ بعرف. متأكدة؟ متأكدة. بعد اليوم ما بقى في رجعة. أنا بالنسبة إلي ما بدي أرجع أبدا، إلا إذا أنت بدك طبعا. شو؟ شو مالك؟ شو عم تعمل هون بهالوقت؟ انت شو عم تعملي هون بهالوقت؟ حذير، عجزت. شو سما، شو رأيك؟ انا شو عم بعمل هون؟ ما حكيت لك؟ ما حكيتي له؟ يا حرام، يا حرام يا مالك، حرام. يعني لازم يعرف الحقيقة. شو بكي؟ عن جد حرام عليكي.